وصلت الآن إلى الكوفة، ولكن اكتشفت موضوع فساد، وأنا أقف الآن بجانب أخطر من كورونا ومن أي فيروس في العالم. هذه المياه الثقيلة اللي تجي من النجف، بالرغم 250 مليار خصصت لمجاري النجف، وبالإضافة إلى 117 اللي هو مشروع المعالجة. رغم كل هذه المليارات، شوفوا الآن المياه الثقيلة تجي بشط الكوفة. شط الكوفة هذا يمر على كل بيت وكل بستان، هذا يستفاد من عند الإنسان وبالإضافة إلى الحيوان جلكم الله وحتى النباتات. طيب أنا أريد أسألكم، هذه الرائحة الكريهة وهذا المكان اللي هو منبع ومستنقع الوباء والأمراض، وأغلب الناس هنا مصابين بالأمراض بسبب قذارة هذا المكان، رائحة نتنة ومنظر بشع وإهمال حكومي مركزي ومحلي. أنا أنتظر الآن، يعني بعد ما اتصلنا بالأخوة أنتظر الآن، يعني راح يلتحق بنا السيد قائم مقام حتى نعرف أسباب إهمال هذا المكان. 12 عضو مجلس نواب ممثل عن النجف والكوفة بمجلس النواب يدري بهذه المأساة، يعرف إيش قد يومية يموتون وإيش قد ينصابون وإيش قد يتعرضون. هذه مهزلة واستهتار بحق المواطن النجفي وخاصة ابن الكوفة. دكتور قاعد تشم الريحة؟ أكيد أستاذ علي، حقيقة إحنا أنا سعيد بهذا جايكم، لأنه يمكن الصورة تتكلم هي عن نفسها أكثر ما أنا هسه أتكلم حقيقة، لأنه هذا حقيقة أعتبر نوع من القتل لأهالي الكوفة حقيقة، لأن هذا أكبر وباء وأكبر كارثة بيئية تصيب أهالي الكوفة هي المجاري نجف، قضاء النجف. الحقيقة إحنا كقضاء الكوفة البنى التحتية ما عندنا مشكلة، بقدر بالعكس إن البنى التحتية متكاملة عندنا ووحدة معالجة متكاملة، ما عندنا مشكلة، بسبب المشكلة مجاري النجف إنه بدل ما يحولوها إلى محطات معالجة أو سوء تخطيط تنحال إلى النجف، حولوها إلى شط الكوفة. وهذا مشروع المعالجة 117 مليار، ما قدروا لا أكثر من هذا المبلغ. يعني أنا حسب معلوماتي إنه المجاري مال النجف ببرج 400 مليون بين المجاري والوحدة المعالجة. طيب 400 مليار مليار. طيب دكتور تدري هذا أخطر من كورونا؟ أكيد، لأن هذا يعني هذا دا يستهدف يعني الطفل والكل العائلة يستهدفه، وأغلب هسا إذا زور المستشفى أمراض السرطانية كلها من سبب هذه المياه. إحنا نتناول يومية أطفالنا نشربهم من مياه ملوثة، من يتحمل هاي المسؤولية؟ شنو ذنب بأهل الكوفة يتناولون مجاري، وهاي المجاري أغلبها جاية من المستشفيات والمؤسسات، وأغلبها بها أمراض.